احتضنت ملاعب العاصمة مباريات الجولة 11 لإياب دوري عدن الممتاز، حيث تعادل فريقي الوحدة والمنصورة بهدفين لمثلهما باللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب حامد بالشيخ عثمان. وعلى ملعب باوزير بالمعلة انتزع نادي الروضة فوزا على حساب شمسان بهدفين نظيفين، في حين تعادل الجلاء والميناء بهدفين لهدفين في مباراة الحبيشي. والحمد لله على كل حال، طبعا اللاعبين بذلوا مجهود كبير والحمد لله كنا قريبين من الفوز، لكن قدر الله ما شاء فعل. إن شاء الله نستمر في المباريات القادمة، إن شاء الله نحقق انتصارات قادمة إن شاء الله، ويكون العيال على قدر المسؤولية ويبذلوا مجهود كبير. المباريات القادمة مهمة جدا. والله احنا للأسف يعني بدينا بداية جيدة، بعدين انتكسنا بسبب الإصابات والتوقيف وسفر بعض اللاعبين، فمرينا مرحلة برضو يعني أداء جيد، لكن النتيجة للأسف يعني تجي أهداف غلطات من مدافعين أو وسط أو من حارس، يعني مش مستوى، إنما غلطات ونستقبل أهداف، والكرة فوز وخسارة. التلال كان فارس الجولة واستحق الفوز على حساب الجزيرة بخماسية نظيفة، إلا أن الشعلة فوت فرصة التقدم التلالي إلى سلم الترتيب عقب فوزه على النصر بثلاثة أهداف لهدف واحد. نقول الحمد لله أننا كسبنا ثلاث نقاط، والأهم من ذلك ثبات المستوى والظهور الفريق بشكل قوي، ونطمح في قادم المباريات أن نستمر على نفس الثبات وكسب الثلاث نقاط. وحدة عدن على الرغم تعادله ظل بالصدارة برصيد 29 نقطة، يليه الشعلة بأربعة 24 نقطة، ويأتي التلال بالمركز الثالث برصيد 23 نقطة، ويبقى الميناء في آخر سلم الترتيب بنقطة واحدة. صلاح العاقل لقناة الغد المشرق، عدن.